بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من عاصمة ميادين السباقات، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بانطلاقة هذه الأمسية الرائعة والخاصة بسن الحقائق من 3 كيلومترات. ولدينا في هذه الأمسية 20 شوطا من خلال هذا الانطلاق الجميل والرائع، والذي يأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على بركة الله مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، في هذا اليوم الجميل يوم الخميس 14 من شهر يناير لعام 2016 الميلاد، ينطلق أول أشواط الحقائق من مسافة 3 كيلومترات، انطلاقة موفقة مباشرة. نسير مع المركز الأول أبها خالد بن ناصر بن شافي القحطاني من يأتي ليقدم أبها في المركز الأول، بينما الدخول على المركز الثاني الوثبة وصلت في المركز الثاني، يتواجد محنة بن حمد بن مي العفاري ليقدم هذا الاسم القادم من ميدان السق، ليقدم هذا الاسم كما قدم لنا البطرانة في مهرجان سيد الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إمارة رأس الخيمة بميدان السوان، يأتي في هذه الأمسية الرائعة إلى مهمة اللي تأتي بالمركز الثالث. حمد بن فاران بن عتيق المري وصل، ولكن الدخول من كنز محمد بن مبارك بن علي المنصوري شعار بالروضة بدأ يتدخل، ولكن من القادمة مياسة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري تدخل أيضا من خلال هذا الاندفاع على المركز الخامس. الشاهينية صالح بن مبارك بن حمد بن مبارك آل نابت على المركز السادس. المركز السابع حود أحمد بن مبارك بن مسلم المنصوري، والمركز التاسع جبار هنا أحمد بن سيف بن سالم النيادي، وصل أيضا في المركز العاشر في هذه اللحظات شعار بن منيف منصورة، وصلت أيضا طيب أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري بدأ يتدخل. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، متابعي قناة ياس الرياضية أينما كنتم، هنا هذه هي الانطلاقة في عاصمة الميادين مع أول أشواط هذا المساء. الله 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 الله، أبها 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 على المركز الأول. هنا مشاهدين الأعزاء تدخل الكيل الأخير، تفتتح هذه البوابة أبها القادمة من المملكة العربية السعودية، تأتي بهذا الشعار تحمل الأمان أيضا والطموحات مع خالد بن ناصر بن شافي القحطاني، ولكن الله 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 القادمة كنز محمد بن مبارك بن علي بن روضة المنصوري يقدم كنز. وصل الطيف، وصل الطيف في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام ليقدم طيف في هذه اللحظات. بن منيف وصل، بن منيف وصل، احمد بن مبارك بن منيف المنصوري يقدم طيف. الوثباويه بالفعل ياتي بها على الصداره، ياتي بها على المركز الاول، بدات تغير، بدات تنطلق ال 500 متر الاخيره، جوله الاوامر النهائيه. حرك وروح يلي بالصداره، يلي بالمركز الاول، طيف على صدارة، طيف وأبها، طيف وأبها القادمة هناك جبارة 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 على المركز الثالث، ولكن طيف ما زال بن منيف على المركز الأول. روح يا أبو شهاب جولة الأوامر، أشكرك أشكرك ما شاء الله. سلام وثباوي، سلام سلام إلى الوثبة، سلام سلام على هذا الأداء. أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري أيضا تحية، تحية لمبارك بن منيف المنصوري الداعم الرسمي لهذا الشعار. أتى الطيف وترقب ومنذر في هذه الأمسية بالفعل من خلال هذا الشعار. هكذا طيف، تهانينا تهانينا لأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري بالمركز الأول. سلام سلام يا المنصوري، سلام على هذا الفوز والانتصار، سلام يا الوثبة، سلام. المركز الثاني
اللي وصل الجبار احمد حسين سالم النيادي المركز الثالث، كانت هناك ابها خالد بن ناصر بن شافي القحطاني المركز الرابع، الدخول من خيره سيف سعيد بن سيف المنصوري، والمركز الخامس وصلت كنز لمحمد بن مبارك بن علي بن روضه المنصوري. هكذا مشاهدينا الاعزاء طيف تاتي في هذا الانطلاق، تهانينا نزفها على ظهري ايضا طيف محمل بالورد والفل والياسمين على هذا الفوز والانتصار. هذه هي طيف ما شاء الله تبارك الله، حينما طلب جوله الاوامر تنطلق كالسهم لتعلن هذا التوقيت الزمني الذي حمل اشاره امتياز بالفعل 4 دقائق 21 ثانيه، 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا ايضا لمالك طيف احمد بن مبارك بن منيف المنصوري، تهانينا تحيه من سعيد بن سلم المنصوري لهذا الشعار. المركز الثاني 4 دقائق 24 ثانيه، وفاء وتماما وكمالا قدمت العرض الرائع والجميل جبار الاحمد بن سيف سالم النيادي، هو من قدم جبار على المركز الثاني 4 دقائق 24 ثانيه، 4 اجزاء من الثانيه. ضيفتنا العزيزه القادمه من منطقه ابها، تاتي هنا ابها من المملكة العربية السعودية، خالد بن ناصر بن شافي القحطاني. هكذا هذا هو الشوط الأول ومجريات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، التنافس القوي التحدي المثير هنا في عاصمة الميادين. تأتي طيف، هذا هو شعار بن منيف، ليأتي أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري مقدما هذا الاسم في أول أشواط هذه الأمسية. تهانينا لبن منيف على هذا الفوز والانتصار. إذن المنصوري ينتصر في أول أشواط هذا المساء من خلال تواجد طيف، تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار. 4 دقائق 21 ثانية، 8 اجزاء من الثانية، توقيت أيضا الزمني يحمل إشارة ممتاز بالفعل من خلال اندفاع 3 كيلومترات. هذا هو الهواري مخرج هذه الأمسية الرائعة، مخرج السباق هذا المساء، يأتي بلمساته الرائعة، الانطلاقة والاندفاع والمنافسة من خلال شعارات أبناء القبائل الذين قدموا من مناطق الخليج للمشاركة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، اندفاع أيضا أبها وانطلاقة من خلال تواجد معركة، وانطلاقة أيضا من جبارة والمنافسة القوية، والنهاية هناك تأتي طيف لتخطف أضوائي هذا الشوط، لتهدي أيضا أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري الفوز والانتصار من خلال المنافسة القوية. الشوط الرئيسي المفتوح للأفكار شاهدنا هذا الشوط من خلال 3 كيلومترات. ننتظر أيضا شوط أيضا يحمل أسماء قوية وشوط رئيسي للجعدان بالفعل لا يقل أهمية عن هذا الشوط من خلال اندفاعات أشواط الجعدان. نذكر بأن آخر 7 أشواط هي أشواط خاصة لأشواط الإنتاج والمنتجين، 20 شوطا في هذه الأمسية. أيضا هنا استطاع الطيف لأحمد بن مبارك